اختتمت منظمة العمل الدولية في القاهرة مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، والذي عملت فيه لمدة 9 سنوات منذ عام 2011 في مختلف المحافظات بهدف توفير وإتاحة فرص عمل لائقة للشباب. وتم تنفيذ المشروع بدعم وتمويل من الحكومة الكندية وبالتعاون مع مختلف الوزارات المصرية والقطاع الخاص والمنظمات المدنية. وخلال الاحتفالية الختامية للمشروع، أشار وزير القوى العاملة محمد صعفان إلى أن المشروع استهدف تعزيز المهارات اللازمة للتشغيل والعمل مع الحكومة على تطوير قدرات مؤسسات التدريب. للمزيد حول هذا الأمر تنضم إلينا مراسلة أكسترا نيوز الزميلة سارية ياسين. إليك سارية. نعم، شكرا جزيلا انجي. بالفعل منذ قليل في هذا المؤتمر اختتمت فعاليات وظائف لائقه للشباب المصري، وهذه او هذا المشروع الذي تعمل عليه منظمه العمل الدوليه ILO بالتعاون مع السفاره الكنديه والحكومه الكنديه التي مولت هذا المشروع بملايين الدولارات الكنديه، وعملت فيه ايضا بدعم كبير من مختلف الوزارات. تقريبا معظم الوزارات المصرية عملت مع منظمة العمل الدولية على هذا المشروع، وزارة السياحة، الصناعة والتجارة، وزارة التضامن الاجتماعي، البيئة، عدد أيضا من منظمات المجتمع المدني، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء. كل هذه الهيئات والوزارات عملت. وجدنا اليوم في حفل الختام أو مؤتمر الختام الذي بدأ بجلسة افتتاحية تواجد أو حضور 4 وزراء من مختلف الوزارات: وزيرة الصناعة والتجارة، وزيرة البيئة، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيضا وزير القوى العاملة محمد صعفان الذي تحدث في كلمة له عن هذه الشراكة الكبيرة مع منظمة العمل الدولية التي عملت تقريبا على تدريب عدد كبير من الشباب المصريين، واهتمت تحديدا بتدريب المرأة المصرية وتمكين المرأة المصرية في مختلف المحافظات، تحديدا محافظات المنيا والأقصر والبحر الأحمر وبورسعيد، في مجالات ركزت عليها. كانت أبرز هذه المجالات السياحة، قطاع الزراعة في المنيا والأقصر تحديدا، وأيضا قطاع الصناعة في أيضا بورسعيد. تحدث أيضا عن أن هذه الشراكة هي شراكة مستمرة، وكان هناك أيضا حديث عن أن العمل كان أيضا يشمل ذوي الإعاقة أو الشباب من ذوي الإعاقة وضمهم لهذه المشروعات. مشروع وظائف لائقة لشباب مصر كان يعمل تحديدا على تدريب الشباب من خلال جلسات أو ورشات عمل وبرامج تدريبية لتمكينهم من العمل في السوق المصري ولإعطائهم المهارات المطلوبة تحديدا في السوق المصري وللعروض والطلب في السوق، وأيضا تمكينهم من عمل عدد من المشروعات وريادة الأعمال، تحديدا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحدثت عنها أيضا وزيرة الصناعة والتجارة دكتور نيفين جامع، وقالت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي من أبرز وأهم المشروعات، وهي أيضا من المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري. وكان هناك عدد من الشراكات مع منظمة العمل الدولية من خلال هذا البرنامج وفي العمل من خلال هذا البرنامج، وحتى بشكل عام مع منظمة العمل الدولية لتمكين الشباب وزيادة أعداد هذه البرامج والقدرات. أخيرا السفير كندي أيضا تحدث عن أن هذا البرنامج بختام هذا البرنامج اليوم لا يعني ذلك أن النشاط مع منظمة العمل ومع الوزارات لا يستمر، وإنما العمل مستمر وسيكون هناك المزيد من النشاطات مع الحكومة المصرية، وهو دليل على نجاح العلاقات والتجارب مع الحكومة المصرية ومع أيضا منظمة العمل الدولية هنا في مصر. جزيل الشكر لك زميلة سارية ياسين على كل هذا الشرح الوافي.